في إطار الجهود المتواصلة للدولة من أجل رعاية المواطنين بالخارج وخاصة في ظل الأوضاع الجارية في أوكرانيا فقد نجحت السفارة المصرية في المجر في ترتيب عودة 30 مواطنا مصريا معظمهم من الطلبة إلى القاهرة اليوم تقدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية في بودابست تواصل التنسيق مع السلطات المجرية المعنية لاستمرار تسهيل عملية مرور المواطنين المصريين عبر المعابر على الحدود المجرية الأوكرانية كما تقوم السفاره بالعمل على توفير اماكن الاقامه المؤقته للمواطنين المصريين القادمين الى المجر من اوكرانيا على اثر الاحداث الجاريه فضلا عن تقديم كل سبل الرعايه